بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا بغات هون إلى جيار نتما زيارة نسد غسيد دغ نيجان جيار نعدوان نيكش من ضمن السدود التحويلية، يعني البرجة مزان يتحولنا من سر ترقوين نتما زيارة يتحول خفو يفاس يحول خفوز المار قارمي تعتبر نودا لجيار يانا الرصيد أختار نتمازيرت السط يعني قديمنا أتنسكرن سمانس لجيار نسبة سلمواد اللبينة نادي استعمل ناقي تيري الجير يتوسكر دي ثنين مجهود أختار، ولكن الحمد لله فكان ديات النتيجة سختارت النتيجة سختارت نسن إضافة إذا تحولنا ما نسري غرمان سلجيها نتمازيرت تسوين إلا غرسنيان الدورة ختار بزاف نيتني أدي هزان أدي يوزين إخفت السكة مازيرت لقدر الله يمكن اللي غيوقع زمان يا العدد دي دغار داير الزال الجير لا تسدوس مازيرت مفادية الجير على ستيرين وارويري إضغير رزا نفد نكوناتي رزا صافي كل شيء عني لان النواحي الجيرنا العاليانس يخلى تخلى دي سمازيرت، وبالتالي نفهم بأنه أي دغلا جيار لعبن يان دورة خطار إذا غفن تسوكو تمازيرت وني تلاحظ نقنية فأنه الواحن نتودغى تمازيرت وديك سليلين جرافة خطار وريكي واسيف بزاف في تمازيرت يحافظ واسيف تقريبا في المسارنز وديك سيضيع بزاف وديك سيوالو بارمي الناس نغي أنفس رينا لا المسألة دانيت لا جيار نايوزين تمازيرت أساكن سحات بلا جيار دغ تقريبا ينتسع لا جيار قريم الزان شوية متوسطين دي ختان شوية لعبنيان دورة خاتار إذن ما ديوزين تمازيرت دغ اللي غوصي حافظ اللي قلت اتشي واسيف بزاف لا جيار دغ الحمد لله إلي انت الحواج ياطني نخدمني قديم سنما اللي تنخدمن نقي لا أغانيم أغانيم يتوسر يتوزا كطرف نتمازيرت طرف نتمازيرت طرف نواسيف يحط في المسار نواسيف هاد غير نجي نيكسو غانيم داتي تكش من ومان داكش من ومان سرت مازيرت ضيعت، وبالتالي التراث خطر يا مهم بزاف نحافظ سواء نخفل جيار الدغ نغدا او الزراعه نغانيم طرف نسافن ديت النباتات ياطنين نيت تبتنا كال خمش انت كال ادور الزور واسيف خصوصا سيلانت الحملات إذن دا تينيغ هاتيان يان الدورة خاتار لعبن تود لا جيار أمود داني قن لدغي كل جيرني عدوان يتعاود بطبيعة الحال إلا سقلي يترمم يال العادة استيكال آخر مرة تقريبا يوت 21-22 سنة يدغ نخفي ترمم سيان تدخل الفلاحة سيان طلباتنا الجمعية تنموية بطبيعة الحال بالمناسبة أن ترحام الجميع بني تخن لهم الدغ وين تسكرن وين ترممن وين تخل من بعد وين تستفادن أتوزي لهم الدغ سيان شكالة خطر سيان شكالة خطر أدي رحم ربي الجميع يبارك الأحياء يحيو التميزان إن شاء الله تعالى.